الصديق، صباح النور ومرحبا. صباح النور ومرحبا حسام، تحيه ليك وتحيه لكافه مستمعي اذاعه دريم اف ام وكل القائمين على اذاعه دريم اف ام. تحيه لزملائي في اذاعه دريم اف ام، واحنا في اذاعه الحياه اف ام نعرف اللي انت متعود. دونك عادي الحكايه، انور الصديق اليوم نحكيه على مبادره مناظره، نحكيه على مشروع جديد لمبادره مناظره، اليوم نحكيه على زعمة اللي يرجع في حله جديده ضمن مشروع صناع الراي، وعن ممثلين من ولايه القيروان. قبل ما نحكيه على تجربتك ومشاركتك في هذا المشروع اللي ما زالت متواصله هذه المشاركه، خلينا من خلالك انت ناخذ فكره على مبادره مناظره. شنو هي مناظره هذه؟ واللي نعرفه احنا انه مناظره كانت نظمت في وقت من الاوقات عدد كبير من المناظره. دونك من خلالك انت حبينا ناخذ فكره مناظره فاش تتمثل بالاساس. شنو هي مناظره؟ مناظره حسام هي مبادره في العالم العربي تقريبا الكل، وفي بعض الدول اللي فيها سكان ناطقين معناتها باللغه العربيه. مبادره مناظره معناتها تنشط في تونس تقريبا منذ سنه 2012، تهتم بنشر ثقافه المناظره للناطقين باللغه العربيه. راهو ديما معناتها تنظم مناظرات في مواضيع مختلفه. الهدف الاساسي لجراند تيتر هو حسام هو نشر ثقافه المناظره للناطقين باللغه العربيه. في المانيا موجوده، في تركيا موجوده، في فرنسا موجوده، هذه الدول بالزبط. اللي فيها عدد كبير من العرب خلينا نقول اللي موجودين في المناطق هذه، والاهم من هذا الكل هو التناظر باللغه العربيه، لكن باللغه الام، بلغتنا احنا، نتناظر ونحكيو بلغتنا احنا لتبسيط المفاهيم لدى المواطنين. هذا في علاقه بمبادره مناظره، مشروع كبير قاعدين نشوفوا فيه تبث على عدد كبير من المؤسسات الاعلاميه المسموعه او المرئيه. اليوم نحكيو على مشروع صناع الراي، نحكي وعلى مشروع زعمة. شنو هو المشروع هذا؟ والله يا حسام كما كنت انت سبقت وذكرت اني مبادره مناظره ديما ما تطلق مجموعه من المشاريع. المشروع جديد مبادره مناظره لسنه 2023 ومش يمتد لسنه 2025 هو مشروع صناع الراي. صناع الراي شنو هو؟ هو مشروع يهدف الى تكوين مجموعه من الشباب في فن المناظره، في فن التخاطب، في فن الالقاء. والشباب هذم يهتموا بقضايا الشان العام. كي نقولوا قضايا الشان العام مش السياسي فقط، نحكيوا على الاجتماعي، نحكيوا على الاقتصادي وغيره. الشباب هذا معناتها خلينا نحكي لك كيفاش بدا الباركور بالضبط نتاع المشروع. حسام مشروع صناع رأي هبط فيه فورميلير على كل مواقع التواصل الاجتماعي، عمرنا الفورميلير هذا تقريبا قبلوا 60 واحد في القبول الاولي، عمروا تقريبا 180 واحد، قبلوا منهم 60 في القبول الاولي. بعد خضعنا الى تقييم امام لجنه التحكيم، لجنه التحكيم هذه تتكون من مختصين في الاتصال والتواصل، تتكون من صحفيين، وتتكون من ممثلين مبادرة مناظرة. وقع اختيار تقريبا 31 مشارك من جملة 60، معناتها 180 في الاخر طلعوا منهم 31 واحد يتميزوا بكفاءة معناتها في التواصل، في الخطابة، ويهتموا معناتها العنصر الاساسي انهم يهتموا بقضايا الشأن العام. بعد ما اختاروا ال 31 هذا وقع تدريبهم لمدة تقريبا 14 يوم ولا 13 يوم، تلقينا فيهم تدريبات في مجالات مختلفة، الصحافة وعلوم الاخبار، التواصل والاتصال، والقيادة، الريادة كذلك، الريادة الاجتماعية وغيرها. هذا مش مش يعملوا تقول انت يا حسام الشباب هذا؟ الشباب هذا مصنع رأي هم اللي مش يأثوا حلقات زعم. زعم قبل كان يتبث. يعني انتم باش توليوا تأثوا حلقات زعم. بالضبط. زعم قبل كان يتبث مرة في الشهر تقريبا، حلقة واحدة في الشهر، معناتها في الجملة في العام ما نلقاوش تقريبا أكثر من 12 حلقة. الجديد أنه زعم مش يولي كل أسبوع. ممتاز. كل أسبوع. وانتم اللي باش تقدموا البرنامج هذا. بالضبط، مش نأثوا البرنامج هذا، المقدم تاع البرنامج هو الياس الغربي. الغربي. بالضبط. معناتها يتعدى على برشا قنوات إذاعية ولا تلفزيون. زي البرنامج هذا اللي هو وقتاش؟ اللي هو تقريبا الساعة 9 كل نهار أربعة. كل نهار أربعة كل نهار تعلي. أي أسبوعين. أسبوعين. أسبوعين كل نهار أربعة. معناها نروق أسبوعين أنت 9 متاع الليل في عدد كبير من القنوات التلفزية والإذاعية. بالضبط حسين، مش أنا أكاهو، أنت ومجموعة من الشباب بيان سور. كل جمعة، كل جمعة ممكن نفسر لك شوية حسين، كل جمعة يمروا ستة شباب. ممتاز. من 31 شاب. من 31 شاب، ثلاثة في فريق المعارضة وثلاثة في فريق المساند. هي شنو هي الفكرة نتاع زعم؟ هو انه ديما فما سؤال يبدا بزعم، وكي نسالوا سؤال بزعم الاجابه تكون نعم ولا هذاك علاش يكون فما فريق للمسانده وفريق للمعارضه. فريق مساند للاطروحه، فريق معارض للاطروحه، ثلاثه يساندوا الاطروحه وثلاثه يعارضوا الاطروحه. الجديد في برنامج زعمه زيد حسام انه قبل كان تقريبا زوز متناظرين فقط،
تولى فما متناظر رئيسي في الشيره هذه، متناظر رئيسي في الشيره هذه، وزوز فرق مواجهه يتكونوا منهم، يتكون من زوز اشخاص كل فريق. فريق المواجهه شنو دوره؟ هو مساند المتناظر الرئيسي في الاطروحه نتاعو، وبعد بالتصويت نعرفوا شكون ربح من زوز فرق هذا. ممتاز. هذه الحقيقه بون نتابع برشا في مناظره في مختلف مشاريع، هذا في مشروع صحافه الشارع. تحيه للخيي، تحيه صفية العاشوري، تحيه للمختار زاد كيف نوجه لهم تحيه كبيره برشا، تحيه لكل الفريق في مبادره مناظره على كل المجهودات في مختلف المشاريع اللي قاعدين يقوموا بها، وخاصه في علاقه بتاثير الشباب وتكوين الشباب، لانه اليوم سي با فاسيل انك تختار شباب وتكون شباب انهم اليوم يكونوا هما قاده ويكونوا هما صناع الراي ويكونوا هما صوت المناطق نتاعهم. ناخذ فكره معك انت انور على مشاركتك، كيف جاتك الفكره باش تدخل وتشارك وتعمر الفورميلير واخترت اليوم؟ قلت اليوم عرضني الفورميلير، انا راني روحي موجود في البروجي هذيك. كيف جات الفكره؟ كيفاش تكون؟ والله هو حسام وتعرف انت انا ديما مهتم معناتها بالمبادرات اللي تهتم بالشان العام. سبحان الله كل واحد بالغرام نتاعو، انا مغروم بالحاجات هذوما، ديما ندخل لك الباجيات معناتها اللي فيهم معناتها دي بروجي اللي فيهم حاجات فيهم كذا، نلوج نلقاش حاجه جديده. نخزر لهم هابطين ساعتها المشروع نتاع صناع الراي، وانا ما خلطتش عليهم الاول، خلطت في فتره التمديد، هما حلوهم الاول وبعد مدوا فيه، في فتره التمديد هذيك ما عمرش من الاول، ديما تو كل نهار تو نعمر غدوه تو نعمر. اي تونسي بيان سيور هذاك. بالضبط، اجل 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 لين عمرت اخر نهار، تقريبا اخر نهار هو اللي عمرت فيه. الحمد لله معناتها راهو الفورميلير حسين ماهوش اسم ولقب واحد، يطرح عليك مواضيع تكتب فيهم تقريبا فقرات، يطرح عليك اسئله معناتها يشوفوا هل انت بالرسمي قادر على انك تبني فكره ولا، يطرح عليك اسئله على اصلاح منظومه التعليم تقريبا ساعات، طرحوا على الاصلاح الجبائي، طرحوا على العداله الاجتماعيه، تجاوب انت على الاسئله هذم وتعمل فيديو معناتها بزيد معناتها تضمه للفورميلير. الفيديو هذا معناتها تحكي في موضوع معين بالضبط، وتحاول تدافع على الفكره اللي انت تطرح فيها. بعد كي قبلوني انا من 60 واحد جاني الميل، فرحت، مشينا لتونس العاصمه، معناتها كان اللقاء معناتها مع اللجنه كان لقاء صعيب برشا للامانه، باعتبار انك اول مره مش تقابل ناس كنت ترى فيهم في التلفزيون معناتها. اللجنه مش كنت تتكون بالضبط، تتكون من محمد اليوسفي، تتكون من بالضبط الكتيبه، تتكون من مدام شادي خضير القناه الوطنيه، تتكون من بسام السويسي اللي هو مدير المشروع هذا، مشروع صناع الرأي، وتتكون من مدام هاجر تليلي اللي هي دكتورة في الصحافة وعلوم الأخبار وراوها في إذاعة موزايكا. سينو الباركور كيفاش بدأ؟ بعد ما قبلوني من 31 هذم حسام معناتها فرحت برشا الحق زيد، معناتها اني مش نشارك في المشروع هذا. بعد مشينا كما حكيت لك بكري سبق وحكيت لك خذنا التدريب هذا الكل، التدريب كان تقريبا على 13 يوم حسام، تقريبا 100 ساعه من التدريب في مجالات مختلفه، من الصباح لليل، من الصباح لليل، من الصباح لليل، من الصباح لين نحن معناتها شنو هي في السيتياسيون نتاع ضغط. بالضبط، السيتياسيون نتاع ضغط. من بعد تكتشف الاهميه نتاع البروجي هذا، فما فكره ممكن حسين ما اشترت ليش هذا البروجي هذا موجود في تونس وموجود في لبنان، نسيت نفس المشروع موجود في تونس وموجود في لبنان، باعتبار انه مناظره موجوده في لبنان زاد بالضبط، والمشروع ان شاء الله العام الجاي مش يكون موجود في المغرب زيد. ممتاز ممتاز، يعني فما تطوير في المشروع. وين وصلتوا تو؟ تو وصلنا بثينا ثلاثة حلقات تقريبا حسام. الحلقة الأولى اهتمت كانت الأطروحة نتاعها، مش نعطيك الأطروحات بشكل سريع حسام، هل أنه الاتحاد ممكن يلقى حل للمشكلة الموجودة في تونس؟ هذه كانت الأطروحة، كان فما فريق مساندة وفريق معارضة. نحيي كل الأصدقاء اللي شاركوا في الحلقة هذه. الحلقة الثانية كانت اهتمت بموضوع الإفلاس، هل أن تونس ماشية نحو الإفلاس؟ كذلك كان فما فريق مساندة وفريق معارضة. والحلقة الأخرانية اللي تعدت الجمعة اللي فاتت كانت في علاقة بالهجرة، هل أن الهجرة حل لمستقبل أفضل ولا لا؟ وإن شاء الله نهار الأربعاء هذه فما حلقة جديدة. نعطيك سكوب، نعطيك سكوب مسج. الأطروحة نتاع الأسبوع هذا مش كون هل أن وسائل التواصل الاجتماعي ولا تمثل خطر على الأسرة ولا لا؟ هذه هي دونك مجموعة من المواضيع اللي تهم العائلات التونسية وكل تونسي الحقيقة تهمه هذه المواضيع. خلينا نسألك معدل الأعمار نتاع الشباب المشارك في هذا المشروع. والله للأمانة حسام هو الفورميلير معناتها من شروط القبول معناتها في المشروع هذا انك تكون ما بين تقريبا 18 سنه و 36 سنه شباب. الشباب بالضبط، لانه هي شنو هي الفكره حسام؟ هو انه الشباب يهتم بالشان العام، انه الشباب
وين شباب باش يكون هما صناع راي وقاده ويهتموا بقضايا الشان العام. بالضبط. نحن معناتها من الحلقه انا معناتها الاخيره خلينا نعطيك عليها فكره حسام، هل اني الهجره هي حل المستقبل؟ افضل نلقاو فريق المعارضه كان معناتها قوي برشا في الدفاع على انه ضد الهجره. نعرفوا نحن انه الشباب الكل الهجره والحرقه وكذا واحد، نلقاو شباب يدافع على فكره اخرى تمثل ناس مانيش نسمعوا فيهم معناتها ويدافعوا على فكرتهم. هو للامانه ربح فريق المساند الحق معناتها المساندين للهجره، لكن فريق المعارضه زيدا كان معناتها ابدع ومعناتها قدم حجج مهمه برشا تدافع على فكره البقاء في تونس. ممتاز. هذا المشروع يتواصل على مدى قديش؟ المشروع حسام مش يكون فيه زوز مواسم تقريبا. الموسم الاول فيه 6 حلقات ينتهي قبل رمضان بالضبط تقريبا. نرجعوا بعد تقريبا في شهر سبتمبر ولا في شهر اكتوبر 6 حلقات اخرين اسبوعين في الموسم الثاني. فان 2023، لكن المشروع الكل حسام يمتد لسنه 2025. دونك وكل عام يتبدلوا شباب جدد. نورمالمون كل عام يكونوا 30 مشارك جديد. يعطيك الصحة انور، نتمناولك ان شاء الله مزيد من النجاح. وقتاش نجموا نتفرجوا عليك سيدي؟ والله ان شاء الله حسام اذا مش الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده ان شاء الله. يعني كان مش الجمعة الجاية الجمعة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اخويا ان شاء الله نروق قبل رمضان. ان شاء الله ان شاء الله نروق قبل رمضان. نتمناولك ان شاء الله كل النجاح والتوفيق. ممثل ولاية القيروان انت انور، شكون معاك؟ انا من ولايه القيروان، معايا الصديقه والزميله صفاء الغابي. زيد هي من ولايه القيروان. يعني عندنا زوز ممثلين عن ولايه القيروان. عندنا زوز ممثلين عن ولايه القيروان. سامحني حسام قسيت عليك، لكن المشروع هذا تقريبا راهو كل ولايات الجمهوريه عندها شكون يمثل. واحنا نتمناو كل النجاح والتوفيق لكل الشباب الحقيقه الناشط واللي موجود في هذا المشروع. نحكيو على مشروع صناع الراي. زعما ديما يبقى السؤال، زعما ونلقاو لا ولا نعم والنعم، وهذا ديما بمؤيدات كل اسبوع ان شاء الله كل نهار اربع هكا ان شاء الله كل نهار اربع. انطلاقا من 9 متاع الليل. انطلاقا من 9 متاع الليل في مجموعه من القنوات التونسيه، ممكن نذكر البعض منهم. القنوات التونسيه مثل شيء اي الحوار، 9، تونسنا، وتلفزه تي في، ومجموعه من القنوات الاذاعيه. الاذاعيه يعني. نتمنى لكم ان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق والتالق. انور الصديق فرحان برشا بحضورك بعدين. انت مربي راهو اللي ما يعرفوش العباد، انت مربي معلم في مدرسه ابتدائيه في سبيخه هكا. في سبيخه طبعا. نوجه تحيه لكافه زملائي معناتها في مدرسه العويثه. وتلميذك خويا ما تنساهمش. طبعا. الحلقه اللي مش نتعدى فيها حسام هذيك مش تكون الدرس نتاع الجمعه اللي بعد. واضح يا سيدي، يعطيك الصحه انور الصديق. نشكرك برشا على حضورك بحضنا لهنا، فرحان بيك وفرحان شكرا لك بشباب ولايه القيروان. بالتوفيق ان شاء الله لمبادره مناظره في مختلف مشاريعها. سينو هذا شنو كان عندنا بالنسبه لليوم في الانترفيو.